هذوك الفلوس اللي خسرت علاش انا خاسرهم؟ صح. على كوب دافريك خاسرهم باش تعاون اهلكم ديمون المره الثانيه على التوالي ولا الثالثه على التوالي. صح. دير باش نمشي بعيد في البطوله الافريقيه. فهذو هما الافكار اللي خصنا نحلموا في المستقبل، ما نبقاوش نحلموا بالماضي. فاحنا دابا في ما تلاقينا ملاعب في الزنقه ولا باقي لحد الان، باقي لحد الان تلاقوا ملاعب فاش نسولوا ما تنسولوش على تنسول لكم ديمون كي داز الماتش وش لا، هذوك الماتشات صافي مشاو في 20 يوم ديالهم في الشهر ديالهم مشاو. تيبقى انجاز على الورق، درنا انجاز راه هو انجاز، ما ديناش كوب ديمون ولكن درنا الحوايج اللي ما كايناش كوب دافري. ولكن حنا الطموح ديالنا كشارع مغربي راه ماشي هو ذاك الطموح ديال نوصلوا للدومي فينال. هذاك الطموح اللي قلنا وصلنا للطوب ديالنا، حتى فاش خسرنا ما كعيناش علاش؟ راه وصلنا. ولكن الطموح ديالنا حنا هو هذه المجموعه، ندوزوا الكوب ديمون، هو كوب دافريك اللي جاي. يعني بغيت تفكر في هاد الجوج راه خصك تنسى الماضي. دابا حنا نقول واحد القضيه باقي تنحلموا ونغنيو لا، ارجنتين راه داوا الناس نساو، ارجنتين شحال هذه ما داوا وداوا نساو الناس. فدابا حنا خصنا نوضوا ونخدموا ونبريباريو ونوجدوا الكوب دافريك اللي جاي ونوجدوا لهذه القرعه اللي طحنا فيها باش نتاهلوا. الا بقينا تنعيشوا في الحلم هما جيراننا حدانا، بقاو تعيشوا في كوب دافريك ديناها ما بقاو داروا حتى شي حاجه.